رسالة من أم محمود بتقول إيه يا دكتور، يا ريت عايزة اسم حاجة للتجاعيد الشديدة تحت العين بس تكون أمان علشان عندي حساسية. في حاجات كتير مميزة في السوق، منها فيردكس أي كونتور، في بريتيار أي كونتور، في جولد ميكس، في انفينيتي أي كونتور. كل الحاجات دي مميزة جدا وبيجيب نتائج كويسة إن شاء الله.